السلام الله عليكم. هناك سؤال وهو أن بعض الناس يعتقد أن عقد النكاح في المسجد مستحب، فهل ورد دليل على ذلك؟ استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلا ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صادف أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد فلا بأس، لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء، ومن العلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام، لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء، فإذا عقد في المسجد فلا بأس. أما استحباب ذلك بحيث نقول اخرجوا من البيت إلى المسجد أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه، فهذا يحتاج إلى دليل ولا أعلم لذلك دليلا. صلى الله عليكم. بعضهم يشابه في ذلك النصارى حيث يعقدون النكاح. نعم. يشابه النصارى في ذلك، يعقدون النكاح في أبدا ولا ما ليس هذا على بالهم إطلاقا، حتى العلماء الذين استحبوه استحبوا علماء من علماء الشريعة ليس لهم دليل، لكن قالوا إن أحب البقاء الله مساجدها، وهذا بيت الله وينبغي أن تكون عقد النكاح فيه، لكن هذا التعليل إذا لم يكن سنة خاصة فيه بحيث أن الرسول يذهب إلى المسجد ويعقد النكاح هناك فإنه لا ينبغي أن يقال أنه مستحب.